أهلا وسهلا، معكم عبد العزيز المبارك، شريك مؤسس في براند فلوريان. براند فلوريان متخصص في صناعة منتجات الشوكولاتة في المملكة العربية السعودية، وكذلك حبوب القهوة والمكسرات. اللي ميزنا في فلوريان منتج محلي بأسعار مناسبة بجودة عالية. بدينا عام 2021 بمصنع متخصص في مدينة الرياض بفرع واحد، واليوم الحمد لله عندنا 3 فروع، وخطتنا الخمس سنوات القادمة 15 فرع حوالين المملكة. أحد أهدافنا الاستراتيجية تعزيز المحتوى المحلي للمملكة العربية السعودية. النظام طبعا سهل علينا عملية مراقبة المخزون ومراقبة البيع اليومي بطريقة سلسة وسهلة جدا. الحمد لله علاقتنا جدا مميزة بعملائنا، نحبهم يحبوننا، كذلك مستوى الثقة عالي جدا، ونستقبل أسئلتهم واستفساراتهم، وكذلك إذا كان لديهم أي تعليق علي منتج لتطويره حنا دائما نطور منتجاتنا. أحد التحديات اللي واجهناها اللي هي ذائقة المستهلك السعودي الفاخرة، والحمد لله حليناها بتنوع منتجاتنا.